السلام عليكم. اليوم جايب لكم مقطع اجرب اغرب منتجات في العالم. زي ما تشوف هذول الكيسين راح نجربهم، بس اتوقع ما راح اقدر اخلص الكيسين لحالي، فراح نحتاج شخص ثاني. السلام عليكم. جبت لكم اخوي المصور الفنان اللي صور لكم كل هذه المقاطع الاسطوريه. اليوم راح نجرب هذه المنتجات. الحين خلينا نبدا باول منتج. الصراحه اغمض عيني. طبعا هذه المنتجات، تسالني انت يا ريان من وين جبت هذه المنتجات؟ من امريكا. رحت امريكا؟ طبعا ما رحت امريكا. في متجر اسطوري اسمه سناكس جو، راح احط لكم اياه في الديسكربشن. يمديك تطلب منه مليون منتج حرفيا، يعطيهم الف عافيه انهم وفروا لنا هذه المنتجات. فخلينا نبدا ونغوص بالمنتجات ونجربهم. خلينا نخش. ما ادري ايش هذا، بس اوكي. شيتوس فليمن هوت بلوفز. شفت هذا مره بحياتك؟ لا. انا ولا مره. شوف هذا، خلينا نجربه. بسم الله. والله شوف شوف شوف، خلينا نجرب خلينا نجرب. خذ الحبه. شوف شوف ايش هذا يا عيال. وال بسم الله. حار. واو، ذوق طعمه ضخم. عارف اول شيء كذا حامض ويصير حار. ايوه ما ادري كيف. اول منتج الصراحه راح اقيمه، انا راح اعطيه 6.5. 6.5 من 10. 10؟ ايوه. 8. اوكي حلو، يلا نروح المنتج اللي بعده. واخوي اللي راح يسحبه، فغمض عينك واسحب. دقيقة شاب غشاش، شفت نظر تحت سحب. لا والله غمض. غمض عينك، يلا خش غوص. اوكي مشروب لوغان بول البرايم. صراحة ولا مرة بحياتي جربته، حق كأساي لوغان بول. فخلينا نجرب. بسم الله. هذا طعم البلو ريزبري اللي هو التوت الأزرق. الله لونه ايش هذا؟ مو شباب مو جوز هند. ايش هذا؟ شوي بس كذا. بسم الله. خلينا ندوق أول مرة بحياتي. ريحته 7 أب. طعمه 7 أب خفيف غريب. شباب بلو توت ازرق بتزيع على دواء. طعم علكه كمان. هو حلو شباب، والله غريب. نفسي ادوقكم بس مش سيء ابدا يعني. حلو، هو حلو الصراحه. حلو والله حلو. هذا راح اقيمه الصراحه 7.5. انت كم تعطيه؟ 6. والله هذا رهيب. يلا نروح المنتج اللي بعده. الله يستر. هذا الحامض وور هيدز. يا ساتر. حامض. شفت تسيب الكاش شباب. خشب عيني. كل هذه المنتجات زي ما قلت لكم من عند سناكس جو، يعطيهم الف عافيه انهم وفروها لنا. مرة ايش هو ترى مليون. بطيخ. هذا بطيخ وهذا ليمون. كانه شوف كيف شكل الحبه. هذه ذول حامض. ما هيك مش حامض ابدا. حامض شباب. والله حامض. بس طعمه عصارة ليمون. لذيذ لذيذ. اسمع زيب ليمون سووه كذا زنق زنق زنق. كيف؟ زنق زنق. هذا منتج والله حبيت. هذا راح اقيمه لانه حامض، انا احب الحموضة. اعطيه الصراحة 8. عندك كم؟ 7. يلا الحين المنتج الثالث. يلا اسحب. حلو. مخلل شباب، مخلل حامض شباب. شباب اللي فهمه فهمها. اولو واو ما اكبر. طيب يا شباب قصيناهم يعني. بسم الله. بسم الله. لذيذ والله شباب لذيذ. فهذا انا بعطيه صراحة 7. يعني كخضروات تعطيه 8. ممتاز. اوكي يلا نروح المنتج اللي بعده. صراحه حط لي على السريع، حط لي على السريع. اللهب ايش ايش؟ والله ما ادري شوفوا، بس شكله خرافي. من الشكل هذا خرافي. بس انا هاكل هذولي. شوف كيف شكل الحبه يا ولد. ايش هذا؟ حلاوه عجيبه. بقيمه 4 من 10 الصراحه. انت كم؟ 5 من 10. ايه عادي. يلا نروح اللي بعده. الحين المنتج السادس. فيلا نضيع كيس. دايم ضيع. برايم. بسم الله. برايم ثاني لونه احمر. هذا بنكهه تروبيكال بانش. ايش يعني بالعربي؟ والله ما ادري. والله ريحته وخمه. ريحه عصير فراوله. لونه شوف لونه كيف. نجرب عصير لوغان بول كاس اي. بسم الله.
دقيقة طعمه زي كأنه حلاوة جد يا والله فخم. هذا أحسن من الأزرق، هذا أحسن من برايم الأزرق بمليون مرة. هذا أحسن من الأزرق؟ أيوه هذا أحسن. لا والله عجبني أحلم والله. أنا أشوف هذا، هذا كأنه مضاد حيوي. هذا أنا بعطيه 9 من 10. أنت كم تقول؟ 7. 7؟ أوكي. إيش هذا؟ ولا شوف تفجير جيلي. جيلي دودة. يلا بسم الله وعدين. طعم برتقال 7 من 10. 7 من 10 كأنها عصير. هذا انت تاكل مع الاخويا كذا بالاستراحه، طلعها تقعد تسوي كذا. انا راح من شيء بعد. هاي الحب ايش انا على ملمس بجيب فور هيدز. شوف فور هيدز بلاك تشيري سودا، هذا الفور هيدز الحامض. يا غزيان كارز حامض ما شاء الله. شوف اللون ريحة الكرز بالنخاع بالنخاع. يلا 1 2 حامض بس والله رهيب، طعمه قوي قوي. ما مدري كيف الكرز كثير قوي والله. اول مره اجرب عصير كذا حامض مع غازي. كيف كذا؟ راح اعطيه 6.5. اعطيه 5. المنتج الثامن؟ لا هذا الثامن. الله عليك شباب والله هذا شفت ليش مصور والله انه رهيب. غوص غوص غوص. هذا ما ادري ايش. شباب جيلي انا ايش وضعي مع الجيلي؟ ريان جيلي. يلا خلينا نجرب. ما شاء الله الحمد لله انه مغلى الحمد لله. شوفوا شكله كيف. يلا بسم الله 1 2. مو جيلي مو جيلي. انا بعطيه الصراحه 3 2. يا الحين المنتج كم؟ 10. 10 يطلع لك ميسي من صندوق. حلو والله حلو. روح كاميرا بابا. اوه الرولابز. شوف هذا الترند عرفتوه؟ هذا لازم له ايس كريم. الحين حنجرب الرولابز، خلينا نطلعها نوريكم. في 10 حبات كلهم زي كذا. فيا هذا تاكل ايس كريم بدوني؟ ايش؟ تبغى ايش تبغى؟ بدي اكل معاكم. يلا خش معانا، هذا اخوي الصغير اسامه حاب يخش معانا ونجرب الرولبز. فبسم الله فراح تمسك الايس كريم زي كذا. شوف تسوي كذا بعدين تحطه كذا. اتوقع والله انا ناسي ايش بيسوي. تسوي زي كذا بعدين تغطيها. قاعد تسوي زي اوه شباب لزقت بالصحن. هي المفروض زي كذا انا ماني عارف الصراحه. الايس كريم ساح. يلا بسم الله. انا ما اعرف في الملعب. 2 3 يامي. حامض مع طعم الايس كريم. عدة. كيف؟ والله حلو. رهيب. طيب يا عيال هذا المنتج كم تقيمه اسامة؟ اقيمه 7. تبع النص ركان؟ انا مقيمه 5. لذيذ بس بيع لك كثير. اتفق انا بعطيه والله انا عجبني الساعة 8. الحين حاسحب على السريع. يلا نشوف. زين رول ابس دي بابا ولا شباب جيلي. اتوقع انه جيلي. انا ايش وضعي مع الجيلي؟ يلا عد 2 كم بذكرك في الطفوله يعني حلوه بس عاديه صار ما عجبتني. 4 من 10 عشان الذكريات الثلاث مش سيئه يعني عشان الذكريات. لا يلا دورك روح. فبسم الله على طول عشي على السريع. شيبس شيبس بوفز نفس حق حار نار. اسمع اسحب لك شيء. بسم الله. ايش هذا؟ ايش هذا؟ اي بهارات؟ بهارات مع هذا؟ والله ما ادري هذا شو؟ شو؟ خلينا نجربهم. شوف شباب. اقول لك البهارات الليمون الايطالية الاصيلة يعني. يلا ايطالي خذ لك حبة خلينا نجرب قبل الاصراف. يعني عادي نفس اي هذا شيتوس؟ هذا شيتوس. شيتوس جبنة. هذا شيتوس حسبته هذاك النوع الثاني. اوكي حلو. خلينا نجربه مع هذه البهارات. بظبط ها بظبط. حار وحامض. حار وحامض غريب ايش هذا؟ هذا بعطيه الشيبس. الشيبس 5 وهذا بعطيه 7. هذا فخم مره والله. يلا اللي بعد. انا انسحب على تقييمي. صح تقييمه. نسيت. كم تقييم؟ هذا الشيبس 7 و7. اوكي حلو حلو. يلا في
هذا ايش؟ ولا عبير المياه والله من جد صنبور. طيب هو ما ادري كيف بس انه صنبور زي الصنبور شايف. والله شكله خرابي. حط بالملعقه غادي. بس انه ببهدل وصعب تفتح امه فبعطيه صفر. لا بعطيه سبعه. ها سبعه والله سبعه رهيب رهيب. انت كم؟ اربعه من عشره. اربعه. اللي بعده اللي بعده بضل مخلخلات مخلل مكسيكي في بسم الله. طعمه قوي يا حار حار بس ذيب والله حار حار. شباب المنتج اللي بعده المنتج اللي بعده اذني تاكس زومبي تاكس متزمبس. ها تاكس حار وحامض طعم زومبي دائما. هذا بقيمه تاك الزومبي ستة. ستة ستة ممتاز. هذا ما ايش هذا؟ ايش هذا؟ بخاخ. هذه بخاخ مكتوب سبراي. اسمع يا ولد ايش هذا؟ طعم غريب طعم غريب بس حلو والله حلو. هذا بعطيه 4 من 10 ويلا دورك اسحب. ايش هذا؟ يما شو؟ يا ساتر الصوص مكتوب عليه صوص. وال شباب الموت. شباب ايش هذا؟ طعمه غريب. ليه خلينا نجرب شوف ثاني. هو حار وحامض بس كثير كثير حار. شباب غمست امه. شوف السبت حار من كذا بكثير. شو بس لذيذ يعني في حراره حلوه. حرارته حلوه عجبنا اصبر معجبنا احسن. هذا بعطيه حار وحامض لذيذ 5 من 10. عنده انا بعطيه 7. اوكي شباب انا خلصت منتجاتي ما عندي ثاني. انت عندك؟ عندي مخلل ثاني. يا الله يا الله. يلا بسم الله. 1 2 راح عالي. هذا مخلل طبيعي. مخلل طبيعي. وكذا خلصنا المنتجات كلها. يعطيكم العافية. لا تنسوا لايك والاشتراك. نشوفكم مقطع ثاني. هذه كانت تجربة جديدة نغير في المحتوى. شكرا لكم. السلام عليكم.